يا الله ما رتبت للموضوع ما رتبت للموضوع. المشكلة انها الذكرى السنوية العاشرة. يا الله وش اسوي؟ اول شيء لازم اصور وانا منسدح. ينفع هنا؟ اظني ينفع. واذكر اهم شيء لازم اذكر المميزات ولازم اجرب عليها العاب. ضروري اجرب عليها العاب. حلو. بس يا اخي في خيار غريب اخر شيء لازم اسويه انه هو لازم احذف الجوال. المشكله الجوال يعني صعب اني احذفه. بس دقيقه اتوقع يمدي حذفه. يلا 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 خلونا نسويها. يلا السلام عليكم. اليوم عندنا مراجعه لجوال الريد ماجيك 6R. الجوال هذا نزل حديثا لدى شركه ZTE، وجوالهم هذا من خلال تجربتي له اتضح انه مناسب جدا للألعاب. وطبعا السبب يعود لان الجوال هذا يحتوي على ازرار اضافية تساعد على الوصول السريع لبعض الخيارات. فمثلا يمديك تسوي ايم هنا وهنا تسوي زر للشوت، فهذا شيء كويس بالنسبة لجوال يعني يمتاز في هذه النقطة. عوضا عن ذلك طبعا الجوال هذا يمتلك شاشة رائعة جدا بتقنية الأموليد. فلما أقول شاشة أموليد يعني معناتها شاشة راح تكون مشبعة وحادة بالألوان. إضافة إلى ذلك راح تكون بتردد 144 هيرتز، يعني راح يكون عندك سرعة وسلاسة في هذا الجوال لم يسبق لها مثيل. فلو تلاحظون هنا أنا حاط الإعدادات على 144 هيرتز، وهذا شيء كويس بالنسبة لجوال يخدم فئة اللاعبين. راح يكون عندك حجم 6.67 انش برزولوشن اللي هو 1080 على 2400، وهذه جودة ممتازة جدا مع 700 نتس اللي هي نوعية الإضاءة. طبعا الجوال في الكاميرات ما شاء الله راح يكون معك أربع كاميرات. الكاميرا الأساسية 64 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميرا أخرى ب 8 ميجا بكسل و 5 ميجا بكسل و 2 ميجا بكسل. فالكاميرا الأساسية تصويرها جدا رائع خصوصا في ظروف الإضاءة الليلية، عفوا النهارية، ولكن في الإضاءة الليلية راح يكون عندك يعني تصوير مو مرة يعني لا تعتمد عليه في الليل، راح يعطيك نويز وغبش ويفضحك قدام الناس. طبعا الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل ليست الأفضل على الإطلاق، ولكنها ممتازة لالتقاط السيلفي أو مكالمات الفيديو في حال أنك اضطررت إلى ذلك. الهاتف يأتي مزود بواي فاي 6 وبلوتوث 5.2 وتقنية الـ NFC التي تساعد على الاتصال والاقتران السريع بين الهواتف وأيضا في عمليات الشراء. فهذه تقنيات حديثة جدا على نفس هاتف الريد ماجيك 6R، بالإضافة إلى بطارية تمتلك قوة 4200 ملي أمبير وتقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط. ولا ننسى أيضا أن الشاحن موجود داخل العلبة ليس مفقود كما حال بعض الشركات مع الأسف. طبعا الجوال هذا جربته في الألعاب ممتاز جدا، خصوصا أني أنا ما أحب ألعب على الجوالات، ولكن لما جربت ألعب عليه لعبة ببجي انصدمت انه يمديني اخصص كل الازرار اللي فوق وراح تعطيني افضلية عن اي لاعب اخر، بحيث راح يكون عندي مساعد خاص، والمساعد هذا راح يعطيني ايم اسيست، والايم اسيست هذا خصوصا مع الازرار الاضافية اللي هي تسمى التريجرز راح تعطيك اولوية للانقضاض على العدو وذبحه بسرعة. فانا يا جماعة الخير لما لعبت عليه ببجي صدقوني انصدمت لما جبت المركز الأول. وجربته بعد في لعبة بيبسي مان وكراش والمحاكيات، صراحة كان مبدع جدا في المحاكيات، خصوصا أني خصصت الزرين اللي فوق كأنهم أزرار بلايستيشن 1 يعني الـ2R2، بالإضافة إلى أني جربت عليه لعبة حرام السيارات خلى سواقتي مرة رهيبة وفظيعة، وقدرت أني أتفادى الحوادث وما إلى ذلك. فالجوال هذا اليوم يمتاز في الألعاب وهو رقم واحد في مجاله، خصوصا أن فيه موجود معالج سناب دراجون 3 8، وهذا المعالج هو قوي جدا ويعتبر من فئة الفلاجشيب. فاليوم أنت معك جوال سناب دراجون 3 8 ومع رامات 8 جيجا ومع ذاكرة داخلية 128 جيجا UFS 3.1
فراح تمتلك جوال جدا رائع، ولكن لا يوجد جوال لا يخلو من العيوب. فالجوال هذا للأسف يحتوي على سماعة واحدة، فنحن الآن في الزمن 2021 وليس في العام 2011، لكن في العام 2021 المفروض يكون عندك سماعتين ستيريو. ولكن هذا الشيء ممكن نقدر نتحاشاه إذا ركبنا سماعات خارجية، خصوصا أنك تبي تاخذ هذا الجهاز للألعاب ومخصص جدا لهذا الشيء. وأيضا العيب الثاني اللي راح يكون في هذا الجوال هو التصوير بالإضاءة الليلية، راح يكون ضعيف نسبيا مثل ما تشوفون الآن قدامكم. وإضافة إلى ذلك أن التصميم حلو ولكنه يمسك البصمات، فلما الجهاز نفس هذا يمسك البصمات تحتاج أنك تركب عليه كفر، ولحسن الحظ أن الجوال هذا يجي معه كفر وهذا الشيء مرة طيب. وأيضا العيب الأخير أو النقص الأخير، لا يوجد شحن لاسلكي، فلو أنت شخص تبغى تشحن جوالك لاسلكيا معليش راحت عليك يا معلم. شكرا لكم، كانت هذه مراجعة مبسطة ومميزة لجهاز الريد ماجيك 6R الذي يأتي بسعر مميز جدا وهو 500 دولار. تخيل معاي 500 دولار جوال فلاجشيب، فهذا أنا أشوفه جدا جدا أفضلية عن أي جوال ثاني يهتم في مجال الألعاب. شكرا لكم، أتمنى لكم أن المراجعة نالت على إعجابكم، على أمل أن نراكم في فيديو آخر. والآن خلوني أوريكم الميزة الأخيرة، وخليك رقيق عليه شوي لأنه ما راح يستحمل نفس جوالات 2011 القديمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم معانا مراجعة لجهاز نوكيا الجديد، نوكيا أبو كشاف. طبعا الجهاز يتميز بالخامة، الصناعة، المتينة. إذا تلاحظون معي يا أخوان الجهاز مخصص للمكدة والكرف. طبعا الجهاز يتميز في بطارية تدوم لأسابيع طويلة، يعني يجلس معاك فترة طويلة بدون أي انقطاع. وما يميز جوال أبو كشاف، طبعا ما يحتاج نذكر الميزة هذه اللي هي ميزة الكشاف، تترك فيه بالليل إذا ضاع لك حاجة ولا شيء، ولا حبيت تجربع في آخر الليالي أبد، ما عليك إلا أنك تضغط اللي فوق مرتين ويشتغل معك وتجربع فيه على راحتك. طبعا في ميز كثيرة بالجهاز هذا، يعني لو نعددها ما راح نخلص، لكن نبي نذكر أبرز ميزات هذا الجهاز. طبعا فيه الرسائل، تستطيع أنك ترسل أي رسالة، مثلا تكتب السلام عليكم وترسلها لأي واحد تبغى، أي واحد تبغى أبدا ترسل الرسالة لا يهمك، حتى لو تبي ترسلها مثلا لأخينا بلاد أبو 05. طيب، وعندك معد ميز كثيرة، من ضمن الميز الأسماء زين تبحث، وعندك السجل يعلمك من اللي آخر واحد اتصل عليك، ومن اللي ما ترديت عليه، ومن اللي جطلت ما ردت عليه الوكاد، والنغمات وضبط الشاشة حركات، شوف ضبط الشاشة، عندك موضوعات من قدك أحمر أخضر أصفر بني كل أي لون تبي، سواء كنت من السمر أو البيض في ألوان تعجبك بإذن الله. منظومات الألوان، ساعة موفر الطاقة، ساعة أوه عندنا هنا ميزة حلوة اللي هي الساعة الكلاسيك، يعني في ميزة صراحة أنا أعجز واللسان يعجز. طبعا هذه الساعة الرقمية ما أدري كيف تظهر، الوكاد أنها ساعة رقمية. عندنا عاد وقت الطفش والزهق كذا تحس نفسك كذا طفشان، عندك الألعاب أوه ما يحتاج لعبة الحية أو لعبة الداب أو لعبة اللي تسميها، الوكاد إنها لعبة على كيف كيفك، لعبة الثعبان لعبة على كيف كيفك. توصل أيوة صراحة نايس جيم، يعني هذا الجيم صراحة من أفضل الألعاب اللي عندي، يعني شوف أعلى درجة جبتها 3400، لا تحدى واحد يتعدادي في المرحلة هذه 3800، يعني أقل مرحلة أقل شيء جبت 2800، يعني أوكي نايس. طيب وعندنا اللعبة ذي تذكرنا بأيام الفيصلية، طبعا هذه أحسن من اللي بالفيصلية لأن اللعبة هذه مخصصة لهذا الجهاز، يعني من المرتبة الأولى زين. فاللعبة ذي نايس، تصلح للناس الطفشانين اللي دوامهم شفتات، تصلح لهم اللعبة ذي طفشان كذا تقعد تلعب. طيب وعندك لعبة الدب، هذا والله ما أدري شنو هي، لعبة تركيبات. طيب عندك الضبط حق الألعاب، يعني نايس، يعني عندك الزيادات، عندك الحاسبة،
عندك الحاسب تبغى تحسب شيء على الطاية كذا وتستعجل تحسب، عندك المحول يحول لك بين العملات آخر 5 تحويلات، ودرجة الحرارة أتحدى في جوال في درجة الحرارة، درجة الحرارة طيب. وعندك هنا موقع التنازلي، هذا الموقع التنازلي تشغله يعني إذا بغيت الجهاز ينبهك بعد شوي كذا. عندك التقويم، عندك ساعة إيقاف، أوه تايمر فيه، يعني هذا الجهاز صراحة إبداع. يعني مثلا عندك بدء جديد، زين، لا دقيقة خلينا نبدأ من جديد، خيارات، إعادة ضبط، زين، وتشغل، وكاد يعني نايس نايس، الجهاز هذا نايس. وألف النغمات في قدك تقعد تألف آخر الليل، زين، تين 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 تين، شوف حتى لما تشغل اسمع. والله نايس، شغل متعوب عليه صراحة. عندك المصباح حاطين لك هنا، شوف إذا يعني ما تعرف أنت رجال ما تعرف من هنا، والله والله الكشاف اشتغل، تم تسوي لي إيقاف حركات. عندك العرض التوضيحي يبين لك كل شيء، والله أكبر أذن، خلنا نروح بس نصلي، ترك الجوال أبوك. شوف في ميزة، آخر ميزة اللي هي كذا تحذفه ولا يجي أي شيء ولا يخرب. نحن مرتزون، نحن كالبازون، مرة أكشن مرة في غابة أمازون، تاخذنا المطبات حين جيل طيبون، نخلي الرعب يستولي وأنتم تلعبون، تبغى الشاي لا تنسى كيس الليمون، ها شيبنا من لعبة انت الدون، الوضع في التهور وما هو مضمون، مع كبيرنا عبد الله دوما سعيدون.